في الفيديو ده إن شاء الله هنبص مع بعض على صفحاتي المفضلة من كتاب فروزن 2، وهنشوف الخطوات اللي كانوا خدوها الرسامين والفنانين اللي كانوا شغالين على الفيلم ده في تصميم الشخصيات وتصميم الأماكن وتصميم المشاهد المختلفة اللي موجودة في الفيلم عشان يطلعوا لنا الفيلم بالشكل النهائي اللي احنا بنشوفه في الآخر، وده اللي هيساعدنا ان احنا نفهم طريقة تفكيرهم في تنفيذ التصميمات بتاعتهم وازاي ان احنا نقدر ناخد نفس طريقة التفكير دي ونطبقها في تصميماتنا احنا كمان. فنفتح الكتاب بقى كده مع بعض، وزي ما احنا شايفين كده ان حتى مقدمة الكتاب بتبدأ بالرسمة الديجيتال اللي قدامنا دي اللي غالب عليها اللون الأورنج علشان يدونا الإحساس بفصل الخريف اللي احنا داخلين فيه في فروزن 2 عكس فروزن 1 اللي كان بيدور في فصل الشتاء. ونقدر نشوف هنا الشخصيات بتاعتنا في الرحلة بتاعتهم كأنهم بيقولونا ان هم ياخدونا برضو في رحلة في الكتاب اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. وفي الفصل الأول في الكتاب بيورونا بقى مدينة أرندال، ودي المدينة اللي كانوا عايشين فيها إلسا وآنا. وهنا في الصفحتين دول بقى بيورونا شكل المدينة عاملة ازاي، فعلى ايدينا الشمال بنقدر نشوف تخطيط للمدينة من فوق وتقسيمتها عاملة ازاي، وعلى ايدينا اليمين هنا بنقدر نشوف بقى شكل المدينة من فوق برضو بس بشكل 3D اكتر مقارنة بالشكل الاول. ونقدر نشوف شوية سكتشات مرسومة لآنا وإلسا، فالسكتشات اللي مرسومة في الصفحة على ايدينا الشمال دي مرسومة بالقلم الرصاص، والسكتش اللي مرسوم على ايدينا اليمين ده مرسوم ديجيتال. وهتلاقوا ان تحت كل رسمه بيبقى دايما مكتوب ايه نوع الماتيريال اللي كانوا مستخدمينها في رسم الرسمه دي، وكمان هتلاقوا اسم الرسام اللي رسم الرسمه. ولو تلاحظوا ان الرسومات دي فيها انا وإلسا وهم واقفين من غير اي حركه ومن غير اي اكسبريشن معين، لكن في الصفحتين دول بنلاقي ان نفس الرسام برضو رسم انا وإلسا لكن باوضاع فيها حركه شويه مقارنه بالصفحتين اللي فاتوا. وهنلاقي برضو ان في تعبيرات مختلفة للوش، سواء مثلا كان تعبير للغضب زي الرسمة اللي عندنا فوق او تعبير للحزن زي الرسمتين اللي عندنا تحت. وهنا بقى نبدأ ان احنا ندخل في تفاصيل اكتر في ازاي كانوا بيصمموا الشخصيات الموجودة في الفيلم وازاي كانوا بيصمموا الملابس بتاعت الشخصية بتاعتنا. فعلى ايدينا الشمال هنا بنقدر نشوف التصميم بتاع الفاشن ديزاينر اللي كان مصمم الفستان اللي لابساه انا هنا قدامنا، وهنا بنقدر نشوف برضو كل الطبقات اللي لابسها تحت الفستان، وهنا نقدر نشوف بقى الشكل النهائي للملابس بتاعت الشخصية بتاعتنا بعد ما كل الطبقات اتركبت فوق بعض. وبعد كده بقى في الصفحة دي هنا بنقدر نشوف الألوان الكتيرة المختلفة اللي كانوا بيدوها لللبس بتاع أنا، وبعد كده ازاي بقى بيستقروا على اللون الأخير اللي موجود هنا تحت في الجزء اليمين اللي عندنا. وبرضه هنا تحت على اليمين بنقدر نشوف الأشكال المختلفة للشعر اللي ادوها لشخصية أنا. وبعد كده بقى في الصفحة دي نقدر بقى نشوف برضه تصميم الملابس لألسا، وبرضه فوق على الشمال بنقدر نشوف تصميم الفاشن ديزاينر للهدوم بتاعتها وحتى كمان شكل البوت اللي لابساه في رجليها. وهنا بنشوف البوت من زوايا مختلفة بعد التلوين، وبعد كده هنا بيلبسوا بقى البوت للشخصية بتاعتنا وبنشوف ازاي البوت متناسق مع شكل الفستان اللي الشخصية بتاعتنا لابساه. والصفحتين دول بيورونا فيها مشهد معين كان أولاف بيغني فيها أغنية معينة كده في الفيلم، وعلى ايدينا الشمال بنقدر نشوف رسمة ديجيتال لشكل أولاف وشكل البيئة المحيطة حواليه منظرها عامل ازاي، وعلى ايدينا اليمين بنشوف سكتشات سريعة فيها تخيل لشكل المشهد هيكون عامل ازاي كامل اللي المفروض ان هو يتحول بعد كده 3D في الفيلم. ودلوقتي بقى قدامنا تصميم شخصيات كتير جدا للأهالي اللي عايشين في المدينة اللي فيها أنا وإلسا، ونقدر نشوف التنوع اللي هم عملوه في الشخصيات دي سواء رجالة أو ستات والأعمار المختلفة. لكن لو تلاحظوا ان ستايل اللبس يعتبر ثابت لكل الشخصيات حتى مع اختلاف الأعمار، وإن الستايل ده كمان قريب من الستايل اللي كان فيه الفساتين بتاعت إلسا وآنا في الأول. وحتى في الصفحتين دول نقدر نشوف إن الألوان اللي كانت موجودة في المباني اللي جوه المدينة هي نفس الألوان اللي استخدموها في تلوين الملابس بتاعت الشخصيات اللي موجودة في الفيلم، سواء الشخصيات الأساسية زي أنا وإلسا أو الشخصيات التانية اللي موجودة جوه المدينة، وده اللي بيخلي كل الناس اللي جوه المدينة ليها طابع واحد أو ستايل واحد. وفي الجزء ده بقى في الكتاب بيتكلموا فيه عن تصميم الغابة اللي جزء كبير من الفيلم بيدور فيها، ونقدر نشوف هنا درجات الألوان اللي هما متخيلينها لشكل الغابة دي هتكون عاملة ازاي، وأشكال الأشجار كمان اللي هتكون موجودة في الغابة دي،
وحتى كمان الأطوال بتاعة الأشجار دي ما سابوهاش كده للظروف، فزي ما احنا شايفين كده على ايدينا الشمال حاطين الطول بتاع كل شجرة هيكون عامل ازاي، وبنقدر نشوف حتى انهم مقارنينها بالأحجام بتاعة الشخصيات بتاعتنا. فالشخصية الزرقاء دي المفروض ان هي إلسا، وبيقارنوا طولها بطول الأشجار هيكون عامل ازاي. ودلوقتي بقى في الصفحتين دول بنشوف تصميم لشخصية ماتياس والستايلات المختلفة اللي رسموها للشخصية بتاعتنا والأدوات المختلفة سواء ديجيتال أو سواء رسم بالقلم الرصاص. وهنا كمان نقدر نشوف شوية سكتشات زيادة للشخصية، ولو تلاحظوا إن الصفحة على إيدينا اليمين دي كل السكتشات اللي مرسومة فيها مرسومة بنفس الرسام، وإنه إزاي استخدم ستايلات مختلفة في رسم السكتشات دي، وده اللي هيساعد بقى بعد كده في اختيار الشكل المناسب للشخصية قدام اللي تكمل في الفيلم. وفي الصفحة دي بنقدر نشوف تصميم للشخصيات الأم والأب لإلسا وأنا، وكمان بنقدر نشوف الجد الأكبر لأنا وإلسا وإزاي إن هما دمجوا ما بين الشخصيات دي كلها علشان يطلعوا أنا وإلسا في النهاية. ونقدر نشوف التشابه الكبير ما بين شكل الجد وشكل الأب وما بين شكل الأم وشكل أنا. وهنا في الصفحة عندنا اليمين بنقدر نشوف التصميم بتاع الورود ده اللي موجود على الشال اللي لابساه مامة أنا وإلسا، وده بيبين لنا قد إيه إن هما بيهتموا بكل تفصيلة صغيرة حتى لو كانت زغرفة موجودة على الشال لابساه الشخصية بتاعتنا. وفي الصفحتين دول بنقدر نشوف شوية تصميمات لشخصية الأب والأم لما كانوا صغيرين، وعلى ايدينا الشمال بنقدر نشوف الشغل بتاع الفاشن ديزاينر اللي كان بيصمم الملابس بتاعت الشخصيتين دول في السن ده. وبنشوف الصفحة على ايدينا اليمين ان هم رسمين الشخصيات بتاعتنا في اوضاع فيها حركة شوية مقارنة بالرسمتين اللي موجودين في النص. وفي الجزء ده في الكتاب بيورونا بقى تفاعل إلسا مع المية، وازاي ان هي بتتخيل المية او المية بتتشكل قدامها بشكل الحصان اللي احنا شايفينه ده، وبيبرونا هنا شكل الهدوم بتاعتها في الجزء ده من الفيلم هتكون عاملة ازاي، وازاي الهدوم دي هتتفاعل مع الهواء او الرياح اللي موجودة في الجزء ده من الفيلم. وفي الصفحات دي من الكتاب هنشوف تصميماتهم لشكل الحصان هيكون عامل ازاي، وان ازاي المية بتتحول لشكل الحصان، وازاي ان هم رسموا شكل الحصان بالانسيابية اللي احنا شايفينها قدامنا دي علشان يدونا الاحساس ان هو متكون اصلا من مية. وهنا في الصفحتين دول برضو بنشوف تصميمات اكتر لشكل الحصان هيكون عامل ازاي برسومات الكرتون اكتر شوية مقارنة بالصفحتين اللي فاتوا. وبعد كل التصميمات اللي اتعملت دي فشكل التصميم الاخير الاقرب جدا للشكل اللي استخدموه في الفيلم هو اللي احنا شايفينه في الصفحتين اللي قدامنا دول، وده الشكل اللي تخيلوه لوش الحصان تحت المية هيكون عامل ازاي. وعايز اختم معاكم الفيديو ده بالاربع صفحات اللي جايين اللي احنا هنشوفهم مع بعض. زي ما احنا شايفين مع بعض في الصفحتين دول عندنا رسمه لكريستوف وهو بيسوق العربيه بتاعته، وورا هنا قاعدين انا وإلسا وبيبداوا الرحله بتاعتهم، والمشهد بتاعنا بيدور في النهار فبيدينا الاحساس بالتفاؤل وان هم رايحين في رحله كويسه. لكن لما بنقلب الصفحه بتاعتنا بنشوف نفس المشهد بتاعنا بالظبط مع اختلاف الميعاد بتاع المشهد، فدلوقتي المشهد بتاعنا بالليل. فانا عايز اوريكم تأثير الوقت بتاع اليوم اللي بيدور في المشهد ازاي بيأثر جامد جدا على الاحساس اللي ممكن يجي لنا من المشهد. فالمشهد اللي فات كان بيحسسنا بالتفاؤل ان هم رايحين في رحلة كويسة، لكن مجرد ما غيرنا الالوان بتاعة الرسمة بتاعتنا وبقت الالوان اغمق اكتر فحسينا بقى ان هم رايحين في رحلة مثلا مليانة مخاطر، والإحساس بتاع التفاؤل اللي كان موجود عندنا في الصفحتين اللي فاتوا ما بقاش موجود تماما في الصفحتين دول، وده بيميل لنا أهمية اختيار الإضاءة الصح للرسومات بتاعتنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الكتاب، وياريت تقولوا لي رأيكم في الفيديو ده تحت في الكومنتس، وعرفوني أي كتاب عجبكم أكتر، الكتاب ده ولا كتاب The Art of Coco اللي كنا شفناه مع بعض في الفيديو اللي فات، واللي هحطه لكم برضو في اخر الفيديو ده عشان لو حد ما شافهوش وحابب انه يتفرج عليه فيقدر يوصل له بسهوله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واعملوا سبسكرايب للشانل وشغلوا جرس التنبيهات عشان تعرفوا لما فيديو جديد تنزل ان شاء الله. ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجه جديده في الفيديو ده، وشكرا جدا ليكم.